طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا، طبعا وصلنا وياكم إلى قطع الكتاب. قطع الكتاب أيضا سؤال 10 درجات، وقطع الكتاب هي من الأسئلة الثابتة في سؤال الأول فرع سي. طبعا هذا السؤال 10 درجات من سابع المستحيل، أنه التركة اللي راح نعطيك إياه ونعطيك شوف الحلول مالته شلون بسيطة، كل كلمة أو كلمتين. اوكي يلا عندنا القطعه الاولى، سياره هذا العام. يقول هاو ماني سيتس، كم عدد المقاعد؟ ار ذير ان ذا بانثر 3.0 دي. يقول كم عدد المقاعد في سياره البانثر؟ هاو ماني سيتس، من تلقى بهذا الشكل تقول له 8 سيتس، 8 مقاعد. جيد. واتس ذا نيم اوف كار اوف ذا يير، ما اسم سياره هذا العام؟ تقول له ذا بانثر 3.0 دي. جيد. Does the Panther، لاحظ، look very expensive، هل السيارة تبدو جدا غالية؟ Or شوف شو بسيطها، من عنده بيت جواب مالته، quite cheap، بعض الشيء رخيصة. نعم quite cheap. ساش اكتب له، تكتب الاختيار quite cheap لان هاي بمعنى اختار. زين، what are the safety features؟ سؤال 4، انتبه طلاب، what are the safety features او safety features in the Panther، ما هي مميزات السلامة في البانثر؟ Airbags، لاحظ شن هي مميزات السلامة؟ Airbags for the driver and passengers، وسادات هوائية للسائق والشني المسافرين. جيد. What are the standard features؟ لاحظ هنا standard، هناك شني safety features. okay safety features تختلف عن كلمة standard، تقريبا نفس الشيء، بس هاي ستاندرد ذيك سافتي، يعني نفس السؤال بس كلمه تختلف. تقول له جي بي اس، يقول مميزات السياره مواصفاتها، بها جي بي اس، سي دي بلاير، تنتد ويندوز. جي بي اس وسي دي بلاير تنتد ويندوز. يقول ذا بانثر هاز وارنتي فور 4 years، السياره فيها وارنتي، وارنتي معناها ضمانه لفراغ سنين 3 4 5، طبعا 4. اوكي، ذير از لوتس of space inside the Panther 3.0D. طبعا يقول هنالك فضاء يعني واسعة من الداخل. True or false؟ True. نعم. سؤال 8، يقول children are interested in the Panther and they sit in the bag and try the electric seats and windows. True or false؟ يقول الأطفال يستمتعون في سيارة البانثر ويجلسون في الخلف ويشني يحاولون برفع شني المقاعد الإلكترونية والشبابيك. True or false؟ True. جيد. يقول some young men are more interested in the Panther engine of the Panther أو in the engine of the Panther. okay. True or false؟ True. engine معناها شني؟ محرك. يقول بعض الشباب يستمتعون في محرك السيارة البانثر. True or false؟ True. تم اهتم بهاي الأسئلة طلابنا الأعزاء. أوكي، برنامج كوميدي اللي هو يتكلم عن لوسي. السؤال الأول يقول How old is Lucy؟ كم عمر لوسي؟ 16 years old. Who is Samara؟ من هي سمارة؟ She is character in TV comedy. She is character in TV comedy. What does Lucy play in TV comedy؟ ماذا لعبت طبعا لوسي في المسرحية؟ شن هي؟ She plays Samara's character. سأل بس اكتب له Samara's character. صحيح. جيد. Who does Samara live with؟ مع من تعيش سمارة؟ She lives with her mother, father and younger brother. تعيش مع her mother أمها، father أبوها، younger brother أخوها الصغير. جيد. سؤال 5، Where did they stay on a holiday؟ أين بقوا في العطلة؟ In a fancy hotel with the swimming pool، في فندق رائع أو مذهل. جيد. What is the name of the girl Lucy plays Samara؟ ما اسم الفتاة الذي لعبته لوسي؟ جيد. Samara's brother، انتبه، fell in the pool with all his clothes. أخو سمارة سقط في من؟ في البول، الحوض بكامل ملابسه. True or false؟ True. وأي شيء يجيني غير هذا السؤال True or false هو false.
لان بس اخو سمارة الذي وقع جيد. سؤال ال 11 يقول ان ذا فيرست طبعا 10 9 و 10 هو نفس الشيء اوكي. ان ذا فيرست ابيسود في المشهد الاول ود السمارة براذر اكسيدنتلي بوت ان هيز ماذرز تي، ما وذا وضع في المشهد الاول اخو سمارة شنو وضع في شاي امه؟ تقول له بس تقول له سولت صحيحه كلمه سولت هي بوت سولت اوكي جيد. الهوايه سؤال او الهوايه قطعه الهوايه جدا مهمه. وات از ا هوبي، ما هي الهوايه؟ A hobby is something you do in your spare time. خلاص بس هاي الهواية هي شيء ما تفعله في وقت فراغك. جيد. What can person acquire by participating in particular hobby؟ ماذا ترجموا يا طلابنا، ماذا ممكن الشخص أن يكتسب participating في من بال particular hobby، بممارسة هواية معينة؟ شو تقول له؟ A person can acquire substantial skill، مهارات اوكي مهارة and knowledge ومعرفة. جيد. How can anyone enter competitions، كيف لأي شخص أن يدخل المنافسة and compete ويتنافس in Asian games and Olympics with enough، طبعا هنا حل هنا and Olympic، يقول كيف الشخص يدخل في من في المنافسة والألعاب الآسيوية؟ تقول له الجواب بس تقول له with enough practice، with enough practice بالتدريب الكافي. جيد. سؤال أربعة. Is the blanket waving still popular in many homes؟ هذا وزاري. هل لا زالت حياكة البطانيات مشهورة في بعض البيوتات؟ Yes it is. سؤال خمسة أيضا وزاري. What did weavers use to create beautiful patterns؟ ماذا يستخدم النساجون ليصنعوا نماذج جميلة؟ Wool طبعا صوف felt وهنا طبعا الشعر وسلك الحرير or mohair، mohair طبعا خام المهر. اوكي ناخذ الاسرع الكائنات حيه وهي من الوزاريات المهمه طلابنا الاعزاء، انتبه وركز عليها. سؤال يقول شوف جوابهم شلون بسيط. What is the fastest living things in the world؟ ما هو اسرع الكائنات حيه في العالم؟ Fastest living things in the world تقول له falcons الصقور. How fast ها جاي وزاري can falcon dive، كيف ممكن ان يغوص الصقر؟ جد some falcons can dive، بإمكانها أن تغوص 240 kph 240 كيلومتر أو ميل في الساعة، طبعا هاي ميل. أوكي. Who are the Bedouin؟ من هم البدوين العرب؟ من هم البدوين؟ من هم people from the desert of Arabia، ناس من الصحراء العربية. How did the Bedouin use to hunt؟ هذا وزارة 2021 تقول له بس on camels، كيف اعتاد البدو أن يصيدوا on camels على الجمال؟ Where can marsh Arab be found؟ أين ممكن أن نجد عرب الأهوار؟ In the southeast of Iraq، in the southeast of Iraq. خاف تلقى هنا خمسة ما موجودة، تسعة ما موجودة، هاي احنا حاطفينها لان هي هذه مراجعة مركزة والاسئلة الوزارية المهمة المرشحة. اوكي. فراغ is used as transport in the marshes، يستخدم هذا ايضا وزاري ورده في سنة 2021، يستخدم للتصدير او للتنقل في الاهوار. شن هو مشحوف اور ترادة؟ لول مشحوف لول طرادة سحولها. Most فراغ live in arched houses built from reeds، بعض الفراغ يعيشون في بيوت مقوسة مبنية من قصب السكر. من هم؟ مارش عربز، مارش عربز عرب الاهوار. سؤال 11 يقول مارش عربز
live in arched houses built from reeds, true or false? True. What do, هذا وزارة جدا مهم. What do marsh Arabs rise? ماذا يربون عرب الهوار؟ They rise domestic buffalo. يعني يربون شني؟ هنا الجواميس, sheep, طبعا sheep الماعز, and cattle. اوكي, sheep الاغنام and cattle الماشية. اوكي, جيد. الحياة في الأهوار هي نفسيتها اللي أخذناها, طبعا نفسيتها. أوكي. صحيفة الصباح. Where did the Iraqi Minister of Education arrive? أين وصل, طبعا القطعة الثانية, أين وصل وزير التعليم العراقي؟ In London, في لندن. What did the Sports Minister open in Basra? ماذا فتح وزير الرياضة في البصرة؟ شنو فتح؟ A new sports city, فقط. A new sport city, مدينة رياضية جديدة. The sport city took 1-2-3 years. طبعا المدينة أخذت أو استغرقت سنة, سنتين, 3 سنوات to build, للبناء. Choose معناها اختار. Choose معناها شني؟ اختار. إذن أقل له 3. إذن أقل له 3. جيد. What did the meeting focus on? على ماذا ركز اللقاء؟ To discuss educational development program between countries, بين شني البلدان. What was the minister's suggestion? ماذا كان اقتراح الوزير؟ طبعا opening English schools in Iraq. طبعا هذا بالخطأ مكتوب, هي بالعكس يعني انكتب من هنا. Opening English schools in Iraq. جيد. سؤال يقول Who welcomed the Iraqi minister at this airport? من الذي رحب, welcomed, رحب في وزير العراقي في المطار؟ British Minister of Education, وزير التعليم البريطاني. What did the sports minister open in Basra? ماذا فتح, قلناها, A new sports city. ماذا فتح وزير التعليم في وزير الرياضة في بصرة؟ A new sports city. جيد. ابن الهيثم. ومن الأسئلة الوزارية المهمة, What was ابن الهيثم called? ماذا يسمى ابن الهيثم؟ The physicist and the البصري, يسمى الفيزيائي أو البصري. جيد. What did the caliph in Egypt need ابن الهيثم to do? What did he propose? يقول ماذا أراد الخليفة في مصر in Egypt need ابن الهيثم؟ شوف كلمة بيهن ابن الهيثم. He needed him to regulate the floating of the flooding of the river Nile. أراده أن شني؟ ينظم فيضان نهر النيل فقط. Regulate the flooding of the river Nile. Okay. What was Ibn al-Haytham's contribution during his stay in Spain? ما هي مساهمات ابن الهيثم خلال بقائه وين؟ في اسبانيا. Fields of mathematics, حقول من الرياضيات. Physics والفيزياء. Medicine الطب. Scientific methods and optics والطرق العلمية. والأوبتكس البصريات. جيد. What was ابن الهيثم known of, بماذا عرف ابن الهيثم؟ Father of optics, father of optics, أبو البصريات. دير بالك عليه جدا, known of دلالته. اوكي. Where and when ابن الهيثم born, اين ومتى ولد ابن الهيثم؟ سات شنو معنى كلمة answer؟ معناها اجب. تقول له ان بصرة ان 1965, عام في البصرة عام 965. When did ابن الهيثم die, اين توفي؟ ان يمتى, يقول لك متى توفي؟ 1040. زين. What was ابن الهيثم's famous book called? ماذا يسمى كتاب ابن الهيثم؟ جيد. كتاب المناظر أو book of optics أو كتاب البصريات. جيد. بلدين أفريقيين جدا مهمات, سألات وبسيطات عليه الأسئلة على شكل صح وخطأ. يقول ليبيا is mostly desert,
ليبيا غالبيتها صحراء. ترو. يقول it is always very hot there in Libya. يقول دائما حارة في ليبيا. True or false? False. There is no agriculture in Libya. ليس هنالك شني زراعة agriculture in Libya. True or false? False. لا بيها. Sudan has coastline on the Mediterranean Sea. يقول السودان لديها ساحل على البحر المتوسط الأبيض. True or false? False. Sudan produces, وهذا وزارة مهم جدا. سودان تنتج كتن شجر and gum Arabic. والصمغ العربي دير بالك عليها. جاء وزارة الصمغ العربي ينتج وين أو يزرع وين أو ينتج بمن؟ بالسودان. True. زين. The capital of Sudan is Khartoum. يعني يقول عاصمة السودان هي الخرطوم. True or false? True. Tripoli معناها طرابلس is the capital of, هي عاصمة السودان. Egypt, مصر, ليبيا. طبعا ليبيا هي عاصمتها تريبولي. جيد. Choose يعني اختار. Sudan has coastline on the Mediterranean Sea. True or false? قلناها false. Okay. How long did it take to build the Tigris? كم الفترة التي استغرقت لبناء Tigris دجلة؟ 2 months. شنو كلمة answer؟ استاذ معناها جاوب. Okay. نعم. Where is the professor Herdal from? من أين البروفيسور هيردار؟ دير بالك عليه. نوروي. منين؟ من نوروي، من النرويج. جيد. الألعاب الآسيوية. الأسئلة المهمة هنا. يقول when did the Asian games begin؟ متى بدأت الألعاب الآسيوية؟ in 1951، عام 1951. How often are the Asian games held؟ كل كم أو كم مرة بدأ عقدت الألعاب الآسيوية؟ 10 times 10 مرات. Where were the first Asian Games held؟ مهمة جاية وزارية. يقول أين أقيمت أول ألعاب آسيوية؟ وين عقدت؟ In India، في الهند. Capital New Delhi، في عاصمتها اللي هي New Delhi. How often do the Asian Games take place؟ كل كم تعقد الألعاب الآسيوية؟ take place تعقد. Every 4 years، كل 4 سنوات. Okay. Whose idea was it to held the games؟ لمن فكرت، وهي وزارية، لمن فكرت عقد الألعاب الآسيوية؟ It was from India، كانت من الهند. جيد. Where and when were the last games held؟ أين ومتى كانت آخر ألعاب عقدت آسيوية؟ South Korea in 2014، في كوريا الجنوبية عام 2014. Has Iraq won any medals in the games؟ هل العراق ربح أي ميداليات في الألعاب؟ Yes, Iraq has won many medals. جيد. العراق ربح عدة ميداليات. لهنا طلابنا الأعزاء طبعا انتهت بالنسبة للقطع. كنا سريعين بالكلام، هذا السرعة لأنه مراجعتنا مهمة، ومراجعة هذه القطع يجب أن تكون سريعة. على الطالب ممكن يعيدها ويسمحها، يعيدها ويسمحها، راح ترسخ بدماغه. بعض الطلاب يحبون يعيدون الفيديو مرة ومرتين ثلاثة، فلذلك احنا ما نحب يكون مطول، نحب نكون المحاضرة مالتنا سهلة وسريعة. وأيضا طلابنا الأعزاء، هاي 10 درجات وين تلقونها؟ بيا سؤال ساد، بسؤال الأول فرع سي أو فرع أي، فرع سي أو فرع بي. إذا كان سؤال الأول يتكون منين؟ من فرعين، فهو فرع بي. وإذا يتكون من 3 فروع، فهذا السؤال، هذا سؤال القطع، تلقونه بمن؟ بال شني؟ سؤال سي. أوكي. زين، هسه هنا ننتهي من عندها. طلابنا صار عندنا 20 درجة. قصص الكتاب في السؤال الرابع فرع اي، وقطع الكتاب في السؤال الاول فرع سي. لا تنسون طلابنا 20 درجة مهمة، ضبطوا ياهن، انتظرون المحاضرة، وان شاء الله نهكر لكم الانجليزي ونخليكم
كلكم طلاب متميزين.